يا هلا ابو محسين، عاش من شافيك. شنو الغيبه هاي؟ تسلمين خيتي، الله يحفظك. والله تعرفين شغل وبيت والجهال عندهم مدارس، مشغولين شويه. يا كل الهلا، مش نورت. استريحي استريحي، فدوه يا عيني، بيت عامر ان شاء الله. اي ام محسين، احكي لي ابو حسين شلونه؟ الجهال شلونهم؟ بنات شلونهم؟ والله يا خيتي الحمد لله، ترى ابو حسين زين والجهال الحمد لله، بس هسه شوية تعرفين هاي وضع الرواتب والتأخيرات، كل هذا الضربينة. الله يفرجها ان شاء الله. لا خيتي، اهم شي الواحد الصحة والسلامة، والراتب مو مشكلة، اكيد راح تنحل، ما راح تضل هيك السالفة. اي والله الحمد لله، الواحد اهم شي صحته، والله كريم، شنو سعدنا غير حل هذا. اي انت احكي لي، زوجتك شلونه؟ شلون شغله؟ والله ترى زين، مقابلني وقاعد 24 ساعة. الحمد لله خيتي. اقول ليش تشوفين هاي الاخبار هاي الايام؟ هالنسوان لازم تهزلي مكتل دق، تدرين هاي خربن سمعتنا؟ اشوف هاي الاخبار، بس تعرفين هاي الخبر ايش قد فادنا؟ على الاقل خلى زلمنا يخافون من عندنا. خيتي يا فادتنا، تعال شوفي يوميه ابو حسين ضاربني وطالع من البيت، وهاي معاناته وياه. انت شلون تخليه يضربك؟ انا لو بمكانك غير أزم النعال وقطع عليه، وذا زوجي. يا خيتي شو اقدر عليه؟ غير هو رجال البيت وعيشتنا عليه، اخاف احكي وياه شي يروح يتزوج علي، شو اسوي بهاي الحاله اني؟ صدق تحكين؟ تعالي شوف انا شو مسوي بي، يوميا اخلي نف في المطبخ واخلي نف في البيت، ولازم انت العوده كلمه واحده ما يقدر يحكي وياي. والله عمي هنيالك انت، ما منطيته مجال، عافيه عليك، خليك سايقه عليه ولا تطيعين، كل ما يحكي وياك مثل ما انت تصرفوا وياه. يا حبيبتي لازم هيجي، لان الرجال من يلقى مجال يروح زايد، فانا شو مسويه؟ لازم انت لازم، يعني ما مخلته هيج ولا هيج، بالنص مخلته. والله انت اقعدي واخذي راحتك، وراح اسوي لك فنجان قهوه من هذا المعدل. هاي القهوه الزينه الاحلى ام حسين، تفضلي. اي والله خي تعاشت ايدي تعاش. اقول لك صدق، بنتك فطوم وين؟ فطوم موجودة هسه صعيد جها. فطوم يا فطوم، هسه تجي. اي والله خلينا نشوفها نسلم عليها. ماما صح علي؟ تعالي بنتي تعالي سلمي على خالتك ام حسين. هلا خاله، شلون اخبارك؟ هلا بنتي فطوم، يما ما شاء الله كبرانه وصايره مره عيني. تسلمين خاله، خجلتيني. اقولش ماما، بابا رجع لو بعده؟ ليش عيني بنتي فطوم؟ ابوك وينه؟ والله يا خالة ما طول انت هنا، يا ريت تحجوني يا بابا وتحلين هاي المشكلة. يعني بابا يوميا يقتل ماما ويطلع من البيت، ويجي ثاني يوم يقتل ماما ويطلع من البيت. اها، وانت صار الساعة تقولي اقتل برجلي وخلي نظف المطبخ، طلع هو اللي يقتل بيك وحاطت تشذبين علي. هاي القهوة ما اريدها وانا رايحة. هاي ايش سويتي انتي؟ فضحتيني، الله يطيح حظك، اليوم اذا ما قطع النعال على راسي تعالي.